السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله مساكم بالخير في استوديو الإخبارية. انتهاز للموسم الرمضاني وأسعار تتنافس مع حرارة الصيف، وشهر الرحمة عنوان لجشع التجار ورفع أسعار السلع الغذائية. أهلا بكم. رفعت وزارة التجارة والصناعة السعودية بالتعاون مع جمعية حماية المستهلك درجات الرقابة الميدانية وتلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالتجاوزات في الأسعار أو حتى العروض الوهمية للسلع الغذائية الرمضانية تحديدا، أو فيما يتعلق بالبلاغات والشكاوى المتعلقة بالسلع التي تقوم المراكز الغذائية بعرضها للبيع على الرغم من كونها منتهية الصلاحية أو شارفت حتى على الانتهاء. مع اقتراب شهر رمضان المبارك تتجه أنظار الناس إلى كافة أنواع السلع الاستهلاكية ويتضاعف الإقبال عليها، ليصبح الناس بين غاد ورائح بعربات مثقلة بكل أنواع المنتجات الغذائية، رغم أن أحد أهم الحكم الإلهية للصوم هي الإحساس بالجائع والبحث عن نمط حياة صحي من خلال راحة المعدة من الأكل طوال النهار، إلا أن الإقبال المخيف على تعبئة منازلنا بتلك المواد الاستهلاكية يطرح العديد من الأسئلة التي تتعلق بكيفية وضع آلية معينة تحافظ من خلالها تلك السلع على استقرار أسعارها وعدم استغلال المواسم التي يرتفع فيها الطلب على تلك المواد الغذائية عموما والرمضانية على وجه الخصوص. أهلا بكم مشاهدي الكرام، وأسعد الله مساءكم بالخير والبركات أينما كنتم. يعني كان موضوع هذه الحلقة مع فريق البرنامج كان يتباحثون في اختيار المواضيع، وكان موضوع الاستعدادات لرمضان بعدة يعني تخصصات يمكن طرحها، لكن كان حديث بنوع من الاستغراب أنه هل فعلا واقع المجتمع السعودي أصبح يتهافت على التجهيز لرمضان بدلا من العبادة وكيفية تقضية رمضان بقراءة القرآن والاستغفار وغيرها، إلى التوجه إلى الأسواق سواء أسواق المواد الغذائية أو حتى ما يختص بالأواني اللي أصبحت فعلا ظاهرة عند نسائنا في المملكة العربية السعودية، أنه قبل الموسم تبدأ تجهيز عدة خاصة برمضان. فبالتالي اضطرينا نواكب إحنا هذا الموضوع، ويكون ضيوفنا وضيوفكم لهذه الليلة معنا الأستاذ يوسف القفاري الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات الغذائية. أبو محمد مساك الله بالغير. أهلا مساك الله بالنور، يا أهلا وسهلا. سلبية الدعوة الله يحييك. أبو عبد الرحمن الأستاذ أحمد الجبير الكاتب الاقتصادي والمستشار المالي، طبعا كاتب في جريدة الجزيرة. مساء الخير أبو عبد الرحمن. مساء النور أبو عبد الملك، حياك الله. الله يحييك. أبدأ معك أستاذ يوسف مباشرة، انه الظاهرة هذه قبل ما ادخل في التفاصيل قضية الغلاء والاسعار، هل هو منطقي انه يبدا التجهيز من احنا نتكلم الان في ناس بدوا يمكن من اسبوعين ثلاثة اسابيع ومع مطلع شهر شعبان الجاري انه ناس كثير انطلق بدا يتسابقون الى الاسواق في قضية التجهيز المواد الغذائية لشهر الصوم مو شهر الاكل، لكن للاسف تجهيز يعني تقصد فيه التجهيز بالعرض او من الشراء؟ لا خليك من الشركات، اتكلم الشراء، الشراء فكرت الشراء. الناس ايه يعني هو طبعا تعرف يعني شهر شعبان بالتحديد القوة الشرائية فيه تعادل ثلاثة أضعاف أي شهر آخر، ويشكل ثلث تقريبا الاستهلاك خلال العام. خلال العام، فبالتالي كثير من المستهلكين يحاول أنه يشتري من بداية شهر شعبان لعدة أسباب، قد تكون ارتباطات قبل الزحمة، قبل الضغط، قبل الانتهاء، عندهم اعتقاد أنه والله هذه الأصناف الموسمية ممكن ما أحصلها في نهاية شعبان. وأنا شخصيا يعني كسلوك استهلاكي أنا أقول المفروض أنه يعامل شهر شعبان ورمضان زي أي شهر
شهر آخر. يعني أنت ضد هذه الظاهرة موجودة؟ أكيد أكيد أكيد. بس من الجانب الاقتصادي لا كويس لكم. لا هو شوف إحنا نتكلم عن سلوك استهلاكي. لا بالعكس إحنا نتكلم عن سلوك استهلاكي. أنا ما أتكلم عن بيع ولا تجارة ولا أنا أتكلم عن سلوك استهلاكي. يعني من الخطأ إنه الشخص يشتري يعني مقاضي شهر كامل في يوم لعدة أسباب وعدة اعتبارات. دائما الناس تعتقد إنه شهر رمضان بعد صيام يعني 15 ساعة أنه بيكون في رغبة وقوة بحاجة وجوع وأكل، لكن غالبا ما يستهلك لا يعادل 60-70% ما يتم شراءه، يمكن أقل بعد. يعني هذا أنت مع المبالغة. أنا أقول تقريبا يعني تقريبا من 60-70% ما يتم شراءه. فبالتالي يعني الثقافة التسوقية يمكن نحتاج نتحدث عنها كثير خلال هالحوار بإذن الله، على أساس أن الثقافة التسوقية والعادات الاستهلاكية كلها تنعكس على السلوك الاستهلاكي والشراء في شهر شعبان. طيب أبو عبد الرحمن أستاذ أحمد، رأيك في هذه الفكرة؟ أنا أولا لابد من التذكير بأن شهر رمضان شهر عبادة وصوم يعني ومساعدة المحتاجين، وأنا أشوف أنه يجب أن ننظر لمن هو محتاج في خاصة في قدوم هذا الشهر. ويجب على المراكز التسويقية الكبيرة إعداد أماكن خاصة بقليلي الدخل حتى يكون لهم يعني عون في شراء هذه الحاجات. لكن أنا يمكن أختلف مع الأستاذ يوسف أنه يجب الإعداد من قبل شهر، ليش لا؟ إذا كان ما في مجمدات أو شيء يضر السلعة أو كذا. أنت تتكلم من جانب إذا كانت الكميات، وهذه بفصلها مع أبو محمد. يعني هو يتكلم في قضية التبضع للمواد ما عليها إشكالية أنها تتحمل، بس في شغلات بعضهم يشيل أغراض لمدة شهر. نعم. وهي يمكن في أول أسبوع تخترب ولا لا. نعم. هذه هي الفكرة. هذا صحيح. بس نعم. الفكرة عموما يعني يتكلم أنا شخصيا أتكلم والله حتى مع الزملاء في نعم. وقت الإعداد. نعم. إنه نعم. إنه فكرة يعني فعلا ظاهرة إنه يعني أصبح حتى الحديث عن إيش حيطبخوا. نعم. وش حياكلوا وكيف حيفطروا. نعم. وشوف جدول. نعم. العام. نعم. وهذيك الطبخه. نعم. يا ام فلان لا تزينينا حقه العام وكذا. نعم. نعم. سلوك مزعج، وبعدين يرجع الواحد يتذمر من قضيه غلاء واسعار و مع ان هذه جزء ما لها علاقه في هذه، بس هي جزء. نعم. مرتبط بالظاهره. نعم صحيح. مؤيد انت للفكره يعني هذه ولا لا؟ والله انا جدا مؤيد، بس ما اظل اقول يعني انه يجب الانسان ما يخليها انه رمضان ويصير زحمه ويصير يعني. نعم. يعني اذا اذا جاء اول يوم من رمضان تلقى العالم منكبه كلها على اساس تشتري. طيب استاذ يوسف، السلوك اللي يرفض كسلوك مستهلك تتحدث عنه، البعض يتهم، وانا ما اتكلم يعني بصفه شخصيه لكم او لمؤسستكم او شركتكم، اتكلم بالمجمل انه من ساعد على هذه الثقافه وزرعها هي الشركات الموزعه او المؤسسات الخاصه بالمواد التغذيه الغذائية، هي من يعني سببت نوع خلينا نقول لكم من التزاحم على قضية التبضع قبل الموسم بسبب ما يسمى بأسعار تخفيضية، ويعني هي السبب وهي المعني الأول في هذه القضية. نعم. هو طبعا قبل ما أتكلم عن العروض ولا التخفيضات، احنا لازم نتحدث عن جانب اللي هو التسوق العشوائي. يعني انه شخص يروح لسوق وهو ما عنده قائمة ولا عنده موازنة ولا عنده أصناف يعني أولويات يحتاج يتسوقها، بالتالي بيروح يشتري كماليات، بيروح زي ما قلت أنت يخضع للمغريات ويخضع للعروض ويشتري أشياء قد ما يحتاجها ولا يستهلكها. لكن بشكل مراكز التسوق نتكلم عن الشركات التجزئة المعروفة المعروف أسماءها في هذا البلد كلها تتنافس على خفض الأسعار. خفض الأسعار يعني كل شركة تشوف الثاني كم عارض هذا بسعر إيش، لدرجة أنها تبيع تحت سعر التكلفة. ليش؟ لجذب المتسوقين. نعم. أصناف كثيرة نعرفها، نعرف سعرها أنه والله هذا سعره 7 ريال، تلاقي الشركة تبيعها بريال، بعض الشركات تبيعها بريال. نعم. ليش؟ لجذب المستهلكين. ولا يمكن الشركات المعروفة المحترمة أن ترفع أسعار أصناف أخرى عشان تعوض هذا، لأنه المستهلك يعني واعي، وزارة التجارة موجودة وشادة حيلها، وجهودها هي اللي ساعدت المراكز التجارية هذه بأنها تعمل هالعروض، لأنها قضت على ال- 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 اللي يعملون بالغش والتدليس، الأشخاص اللي خلينا نقول. بس يعني بعض الناس إيش يقولون يا أبو محمد؟ يعني يقول لك مهما كان العرض وحتى لو كان بأقل من سعر التكلفة، منك تتكلم عن وعي عند الناس،
أنه مو يقين يقين أنه ما في تاجر يرضى بالخسارة ولا حينزل بخسارة عشان يضرب فلان أو ينافس فلان بقدر ما أنه حيعوض في شيء آخر. وأعطيك على سبيل المثال اللي تتكلم عنه، إحنا نعرف المشروب الموسمي في رمضان لما ينباع العلبة بريال تلاقيه نزل ال7 ريال هذه مثلا مقابل أنك لك هي العبوة أو عبوتين في التبضع ما تستطيع تجاوزها، وبالمقابل أنت شوف معبي السلة ب1500 ب2000 فبالنسبة 7 ريال وحتى 10 أو 20 ما هي فارقة معه. فقضية أنه يعني أصبح الناس عنده بيقول لك أنه حتى الأسعار هذه لو يعطي ببلاش هي واضحة أنه في شيء عن شيء. لا هو شوف يعني خلنا نتكلم عن عن عروض بروشور فيه ما بين 100 إلى 200 صنف وكلها غالبا تكون موسمية وكلها معروف سعرها قبل وبعد العرض. هو الهدف أنك تأخذ أول شيء حصة سوقية، تبني علاقة مع العميل، العميل لما يجيك يصير عنده انطباع أنك أنت أسعارك رخيصة، حيجيك في شعبان وفي رمضان وبعد رمضان. أيضا تعكس للعميل اسمك، لأنه ممكن أنا أتسوق من السوق هذا إكس بس اليوم شفت سوق هذا السوق الآخر عنده والله عروض جذابة فأغير، ما أروح أتسوق من هنا، أصير أتسوق من هنا باستمرار. فهو كسب ولاء العميل هذا رقم واحد. الشيء الثاني يعني الوصول لأكبر شريحة من العملاء. أنت لما تعرض عليه تقول والله تعال أنا مسوي لك عرض على الصنف الفلاني ولا الصنف الفلاني ولا الصنف، خلينا نتكلم على الأصناف المعروفة والمشهورة أساسية، خلينا نقول الأساسية لشهر رمضان، والعميل أو المستهلك عارف سعره وشوف أنك أنت عامل عليها خصم أكيد بيصير عنده انطباع أنه هذا السوق أرخص. وأنا أقول لك وأكد لك هذا الكلام، الشركات التجزئة الكبرى كلها تتنافس على خفض الأسعار، بس بعض الأحيان تلقى في نفس الفروع لنفس الشركة الواحدة في تناقضات في الأسعار حتى لو ب10 هلالات ولا ب20 اسمه فرق. يعني يدخل على فرعك في المكان الفلاني المنتج هذا ب5.5 ريال وتلقاه في الموقع الثاني ب6 ريال. هذا شوف أنا شوف أنا أتحدث عن الشركة اللي نعمل فيها. مستحيل لأنه الأسعار هذه بالسيستم. يعني لا يمكن السيستم لما يتغير السعر يتغير على جميع الفروع، ما هو لكل فرع فيه سيستم ولا لكل فرع فيه نهاية طرفية ولا لكل فرع فيه سعر ولا كود. جميع أنحاء المملكة جميع الفروع سعر واحد. أنا أتكلم عن الشركة اللي أعمل فيها. فبالتالي يعني توحيد الأسعار هذا لا عشان ما تعطي انت مجال للعاملين بالفرع بالتحايل، او لانه هو راح نتكلم عن شركه العثيم يعني هذا حق نعم شركه اسواق العثيم. طيب. على اساس ما تعطي يعني فرصه للموظفين داخل الفرع بالخطا او التحايل، هو مجرد يجيه ديسك نازل على 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 السيستم انه تحديث للاسعار. بس في ناس يقول لك انه شاهد يعني شاهد بنفسه انه في تفاوت، يدخل من فرع لفرع يلقى منتج موجود باختلاف. يعني انا اكد لك ان هذا الشيء مستحيل، ممكن وارد خطأ ما يمنع. قد يكون الخطأ بأنه الموظف ما غير الشلف ليبل. يعني تعدل السعر، لكن إذا راح على السيستم عند نقطة البيع يطلع له السعر زي كل الفروع. يعني يحكمها في النهاية الطرفية اللي عند البيع يعني. زي رصيدك في البنك، تقدر تروح ماكينة صرافين ولا صرافين ويختلف. هو رصيد بنك في سيستم. طيب. تسحب من هنا 100 وتلاقي رصيدك في أي بنك آخر. طيب. نفس الشيء. أبو عبد الرحمن، ارتفاع الأسعار مجملا، شوف بالمقابل لما يتكلموا مثلا الشركات عن اسعار تجزئه، وانا برجع لك نقطه اهم اللي هي بعضهم ما ينزل العروض اللي على اللي قربت تنتهي صلاحيتها. في المقابل في اشياء اساسيه وفي اشياء ثانويه ولها علاقه بالتغذيه او التجزئه وغيرها تبدا تشد حيلها وماراثون في ارتفاع الاسعار. انا ودي اعلق على كلام معليش حتى الأخ يوسف، أنا عموما أشوف أنه الأسعار المخفضة أو التي تخفض تكون مخزون سابق، فيقوم هذا سواء مركز تجاري أو تاجر فيعرضها للبيع لأن صلاحيتها تبي تنتهي في الحالة هذه أو انتهت أو قاربت الانتهاء. في الحالة هذه ينخدع المواطن ويجي على أساس أنه يشتري، لكن لما يبدأ رمضان تلقاهم يجيبون أسعار ثانية لأن البضاعة جديدة. أي أنا أضرب لك مثل، تاجر مثلا يروح لمكة ويتعبد ويتصدق ويساعد المحتاجين، بينما يجي للرياض ويبيع أسعار هذا غالي. التاجر نفسه هذا. إيه هذا التاجر نفسه. فهو يدش. اسمح لي بس. هو نظر يعني. خلا لو سمحت. لو سمحت يعني. فيجي هو ويسوي نفسه حبيب وبيساعد المحتاجين ويبيع مواد من تحت الصلاحية بس عار مخفضة. يمكن ما يدري التاجر بنفس التاجر. لا لا مو لا لا بس خليني أوضح جزئية مهمة هذا الكلام. تفضل. خليني أوضح جزئية مهمة، هذه يمكن كثير من المستهلكين كثير حتى يمكن حتى وأنتم جالسين هنا ما تعرفون إنه شركات التجزئة ما لها أي علاقة بالمخزون وحتى لو انتهت صلاحيتها. كيف يعني؟ اشرح لي عشان افهم. انا ترى معلش معلش ابو محمد أنا مواطن في الاخير فابغى اخذ اسئلتهم. كل شركه يعني. انت تعرف احنا منفذ بيع
أيه؟ ولسنا مصنعين ولا موردين ولا كل منتج يعني مورد. قصدك ما انت وكيل لماركة معينة أو المنتج إلا علامتنا التجارية، لكن خلنا نتكلم على سبيل على الألبان أيه؟ أو الأجبان أو أيه؟ أي شيء. الشركة اللي تلاقي علامتها التجارية معروضة عندنا هي اللي مسؤولة عن اللي موجود، هي اللي تعرضه واللي تغيره واللي لو انتهى صلاحيته تسحبه. أنا غير مسؤول عن أي شيء، حتى لو يتلف داخل الفرع يطيح وينكسر أنا غير مسؤول، أنا مأجره فقط مساحة. فبالتالي أني أعرض شيء قريب انتهاء الصلاحيه ولا انا ايش استفيد لما ابيع شيء منتهي صلاحيه؟ اشرح لي معليش، خلينا ناخذ معك تفصيل عشان استوعب اكثر. يعني مثلا لما اجي على شركتكم ادخل فرع نتكلم عن المشروب الشهير اللي تذكرته لما ادخل احصل الرف اللي مرصوص العبوات هذا ما لكم علاقه فيه، بس تحصلون البيع حقه وتاخذون نسبتكم. لو باقي فيه اقل من 3 أشهر المورد ملزم بسحبه يجيب جديد. إلى 3 شهور. إلى 3 شهور. أيه. وإحنا لا يمكن نستلم شيء باقي في مدته أقل من نصف المدة، يعني إذا صلاحيته سنة. سنتين باقي سنة. سنة 6 شهور. 6 شهور. لا يمكن نستلمه، السيستم ما يقبله. لكن لو 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 قربت تنتهي صلاحيته إلى 3 شهور. أيه. إذا هو سنة. المورد ملزم بأنه يسحبه. يعني انتم مالكم علاقه، لا انتم اللي تنزلوها ولا انتم اللي ترصوها ولا انتم شيء. فبالتالي يعني لما تجي وتشوف والله يقول لك والله هذا عنده كميه كبيره ولا مخزون كبير، انا لا يمكن احتفظ داخل السوق بمخزون مبيعات اكثر من 10 ايام. بس لان المورد هو اللي يغش المراكز التجاريه. لا لا، بس المراكز التجاريه انت تتكلم عن باركود افترضت تدخل البضاعه عليه ولا لا؟ خلينا نفرق ما بين المراكز التجاريه الشهيره اللي عندها اسماء واسمها أهم عليها من أنها تبيع شيء منتهي الصلاحية. نعم. وهذه كلها شركات مساهمة مدرجة بالسوق وكلنا نعرف. بس مو هي واحدة ماسكة السوق، أنت مضطر تتكلم حتى عن المجمل. يعني شركات التجزئة المعروفة، لكن أتحدث عن في سوق الخفي. طيب. اللي هو يعمل بنظام التستر، اللي تعرف أن عندنا 55,000 منفذ بيع في السعودية 90% منها تعمل بنظام التستر. فهذا يعني جاي للوطن، هو عارف أنه جالس فترة مؤقتة يبي يربح بأي شكل من الأشكال. معناها الشركات ما تقدر الوحدة تغطي الشركات المهمة. لا لا، لكن أبغى أسألك سؤال. أنا عشان بتعطيك الوقت أنا، بس خليني أسألك عشان بنتقل لزميلتنا سارة وتأخرت عليها. يعني أفهم منك أنه في النظام يفترض الآن لما تجيك وزارة التجارة، لما تجي على شركتكم وأنا وجدت عندكم منتهي أو في إشكالية أو أيا يكن وبلغت، يجونك ما يسألونك أنت ولا ما يسألون، يروحوا يجيبون الوكيل البضاعة، يطلبون مننا نجيب المورد المسؤول عنه ما يتكلم، لأن أنا عقودي موجود فيها أنه أي مخالفة أي شيء بلدية أي حاجة على الأصناف هذه يتحملها الشركة. وبالعكس جهود وزارة التجارة ترى ما هو يعني أقولها جبارة، لأنها الآن جالسة تقضي على ذوي النفوس الضعيفة اللي في السوق. طيب. خلنا نروح لزميلتنا سارة. سارة مساء الخير، أخبار الصحافة لموضوع حلقتنا. مساء النور عثمان، أهلا بكم مشاهدي استوديو الإخبارية وإلى مطالعتنا الصحفية وأبرز ما تناولته الصحافة حول موضوع حلقة الليلة، السلع الغذائية والعروض الرمضانية. بداية من صحيفة عكاظ وخبر بعنوان عروض رمضان تذبذب أسعار السلع الغذائية. تفاوتت أسعار بعض السلع في مختلف المتاجر ومنافذ البيع، إذ يتم عرض كمية منها بالتسعيرة العادية وأخرى تشملها العروض الرمضانية، فيما أكد عدد من المستهلكين وجود اختلاف واضح في الأسعار بين مكان وآخر بل داخل المتجر نفسه، مطالبين بوضع حد للزيادات غير المبررة، منوهين بضرورة تحري أسعار السلع ومقارنتها وعدم التعجل في الشراء. ننتقل إلى صحيفة الشرق الأوسط، خبر تحت عنوان السعودية السلع الغذائية رمضانية تحت المجهر والتجارة تختبر قوتها التفتيشية. تعتزم وزارة التجارة والصناعة السعودية خلال الأيام المقبلة القيام بأكبر حملة تفتيشية على مراكز بيع السلع الغذائية رمضانية، ويأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه المستهلكون في السوق المحلية بالبلاد خلال هذه الأيام التوجه إلى المراكز الغذائية الكبرى بهدف شراء السلع الرمضانية، وهي السلع التي اعتادوا شرائها مع قدوم شهر رمضان المبارك من كل عام. إلى صحيفة الاقتصادية وخبر بعنوان السوق السعودية مشبعة بمخزون عال من المواد الغذائية. أكد تجار ومسؤولو تسويق ومشتريات أن السوق السعودية مشبعة بمخزون عال من المواد الغذائية يصعب تصريفها خلال شهر رمضان الجاري، ودعوا في تصريحات للاقتصادية المستهلكين إلى اتباع سلوك رشيد في قرار مشتريات السلع التموينية والاستهلاكية خلال رمضان، وبناء القرار على حجم الاحتياج الفعلي
الفعلي والمفاضلة بين قائمة مراكز التموين الكبرى وعدم الاندفاع إلى تخزين كامل احتياجات الشهر بل تقسيمها إلى ثلاث فترات طوال الشهر. نختتم صحفنا لهذه الليلة بصحيفة سبق وخبر بعنوان محال كبرى تستدرج الزبائن بعروض وتخفيضات وهمية على السلع الرمضانية. بدأت محال بيع المواد الغذائية في مناطق المملكة ومدنها بالإعلان عن العروض والتخفيضات على السلع الرمضانية أملا في جذب الزبائن مع اقتراب شهر رمضان المبارك وموعد صرف رواتب شهر شعبان، كون الكثير من الأسر يتجه إلى شراء السلع الرمضانية دفعة واحدة قبل بداية الشهر الكريم، حيث يطمح التجار إلى كسب الزبائن وتصريف المنتجات الرمضانية عن طريق العروض والتخفيضات. مشاهدينا، يظل سيناريو ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الشهر الكريم سيناريو يتكرر كل عام، أبطالهم جشع التجار وعادتنا الشرائية الخاطئة. بهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الليلة، عودة إلى الزميل عثمان وضيف استوديو الإخبارية. يعطيك العافية، شكرا لك سارة. شكرا لك. أهلا بكم مرة أخرى. إحنا كنا نتكلم وقت الفقرة الماضية عن المنافسة اللي موجودة بين الشركات، وبنتقل لك أبو عبد الرحمن أستاذ أحمد بقضية، يعني زي ما قال لك أبو يوسف، في منتجات معينة، نعم، فيقول لك هي استهلاكها طوال العام بس يزيد يتضاعف 3 أضعاف يمكن 4 أضعاف في شهر رمضان، وفي شيء أصلا ما يستخدم إلا في موسم رمضان تقريبا، نعم، يعتبر ندرة، نعم، مع أنه موجود طوال السنة على الرفوف. فنتكلم إحنا عن أجبان ألبان، لحوم بيضاء وحمراء، نعم، نتكلم عن أنواع الدقيق والأرز والخبز، نعم، الأشياء المعتادة في طبخات رمضانية وغيرها. لما تجي على هذا الوضع، بعض الأحيان نسمع بنوع من الأزمة، سواء أزمة مفتعلة في الإعلام ما هي موجودة على أرض الواقع، نعم، في السوق، نعم، أو تكون في فعلا في شح في قضية التوزيع أو المورد ما لحق يودي بضاعة واستهلاك ولا علاقة بالطريقة العشوائية اللي يتكلم عنها. أنت قبل شوي كنت تتكلم عن دور حماية المستهلك وزارة التجارة، كيف تقرأ في هذا الواقع اللي عندنا فعلا هو محزن؟ يعني المملكة تتمتع بسوق حرة طبعا، يعني كل واحد يقدر يبيع على كيفه، لكن ينقصنا الرقابة من وزارة التجارة. التجارة يظهر لي أنه أوكي، يعني أنا أشوف أن وزير معالي وزير التجارة نشط ومؤدي عمل بكل، بس يعني نتكلم ما نقول على الوزير بحد ذاته، نعم، هو ما يقدر يعمل لوحده، يعني اي لوحده، لكن ما يقدر يعمل، ما زي ما تفضلت ما عنده الفريق اللي يكفي عشان يراقب كل الاسواق. لكن حمايه المستهلك ما هي مؤديه دورها صح. احنا الان نعاني، انا يعني كاكتب دائم وسبق اني كتبت عنهم، عندهم مشاكل داخليه يا اخي مو محلينها، حماية المستهلك مو محلين مشاكلهم الداخلية. أبو عبد الرحمن، ليش عشان يحلون مشاكل أبو عبد الرحمن، أنت ليش تروح تلوم جمعية أهلية ما عندها الصلاحية، نعم، المطلقة، إذا كانت الجهة الرقابية ما قدرت توفي دورها لوحدها الجهات الرسمية؟ بس المسؤول حماية المستهلك تعتبر مسؤولة عن الرقابة وعن مفروض أنها تسير دوريات تمر على كل الأسواق على كل المجمعات. يعني أنا أشوف في بعض المواد حتى في المراكز الكبيرة، معليش الأخ يوسف، أنه منتهي صلاحيته. أنا مرة شريت جبن منتهي صلاحيته ورجعته، صحيح غيروه لي دون ذكر الاسم، لكن يظل أنا مستهلك يا أخي، يجب أن أعامل. وليش أنا أحط العبء على الجمعية؟ يعني معليش، أنا كمان في شغلة على قد ما نحمل على سبيل المثال وزارة التجارة كثير من المسؤولية في الجوانب التنظيمية، نعم، لأنه في شيء مرتبط بك شخصيا أنت كمواطن ولا حتى كتاجر في الأخير، حسك أنت الخاص بالرقابة. ليش أنا المواطن عندنا نوع من الاستهتار إلا إذا مسه شيء شخصي، لما يشوف حاجة منتج منتهي والله منتهي ما يتكلم، يمكن حتى ما يروح على المسؤول في السوق يبلغه، نعم، ما لم يكن هو اللي يشترى من البضاعة وحس فيها نوع من الغبن. الثقافة إذا عندك أنت كمواطن مفقودة، فلا حمل الجهة بشكل مباشر ولا حتى الجمعية، لا تلومها يقول لك. وهذا صحيح، ويجب على وزارة التجارة وعلى حماية المستهلك توعية المواطنين، ويجب على المواطن عدم الإسراف في الشراء أو في الادخار يعني مواد تنتهي صلاحيتها زي ما ذكر الأستاذ يوسف. فأنا أشوف أن المشكلة عندنا أنه الخزن الاستراتيجي غير موجود عندنا، يجب أن يكون هناك عشان نتحاشى عملية أنه عدم وجود، زي ما تفضل الأستاذ يوسف، عدم وجود كميات متوفرة من جميع السلع ما
عندنا خزن استراتيجي. بس ما تقدر تخزن انت كل شيء استراتيجي، يعني بخزن مثلا دجاج لمده كم اذا ما جمعته؟ لا انا ما اتكلم عن انا ما تطرقت للخزن الاستراتيجي، يعني الخزن الاستراتيجي هو يمكن شيء طرحناه احنا قبل 3 أو 4 سنوات للسلع الاستهلاكيه الاساسيه، له علاقه بالسوق بالطلب بالطلب والعرض، الاشياء الرئيسيه صحيح، السكر الارز اللي ممكن تتقلب اسعارها في البورصه. انما بالنسبه للسلع الاستهلاكيه هذه ما تحتاج يعني ما مخزون، بالعكس أنا أشوف المعروض أكبر من الطلب بكثير جدا، المعروض أكبر من الطلب بكثير، ولا أعتقد أنه في أحد بيجي يعني في نهاية في نهاية شعبان يقول والله ما حصلت أرز ولا سكر ولا لحم الماضي ولا إلا أنا أشوف في مشكلة الدقيق، كان فقد الدقيق في أول رمضان العام الماضي، هذه كانت مشكلة العام الماضي ما لها علاقة، يعني ما لها علاقة بالأسواق، كانت يعني مشكلة أكبر حجمها أكبر يعني. والحمد لله السنة هذه ما هي موجودة. طيب لها علاقة بالجانب هذا اللي هو كشركات، وما أنك أنت تقول أن الشركات من التنظيم يفترض أنها أكثر فائدة وتقضي دور وزارة على المتلاعبين في مراكز التوزيع والنقاط البسيطة والمتوسطة والصغيرة، وخلينا نقول لك يعني المخالفين أصلا نظام عملي متستر لأنفسهم، يفترض من الشركات هذه الآن اللي زي شركتكم وغيرها من الشركات الكبيرة على مستوى البلد، الشركات الأم اللي تتكلم أنها مستأجرة عندكم كشركات للتوزيع أصبحت حتى أيضا تغطي إقليمية، يتكلم حتى عن دول الخليج أصبح نوع من التصدير وكذا. أنتم كشركة دوركم الآن في الترويج، يعني يقول لك أنا مثلا لما أجي على شركتكم والله يا أخي أنا أخذت المنتج من المحل الفلاني، وعي المواطن لا تقعد تشرح تلومه وتقول والله ما هو عارف أنه الشركة البراند النيم الخاص هو المعني، يعرف انه اخذ من عندك بالتالي انت معني ومسؤول كل ما عندك. انا مسؤول عن المستهلك، هذا لا يغل مسؤوليتنا، لكن المهم يعلم المستهلك انه انا ما هو من مصلحتي اني اسوق شيء منتهي صلاحيته، ما استفيد اطلاقا. طب اللي قاعد يصير اكيد تعرف ايش اللي قاعد يصير، ايش اللي يصير؟ لا معليش يعني ابو عبد الملك، انا اقول لك هل يعقل، يعني هل يعقل انه في شركه تبيع بمليارات تبغى تبيع صنف ولا صنفين منتهي صلاحيتها، ولا عشان عندها كمية 100,000 ولا 200,000 ولا 300,000 ولا مليون؟ أقول لك برر للناس، لا يمكن، لا يمكن هذا الشيء. يعني هل افرض انه الشركة هذا توجهها، هل يعقل الموظفين السعوديين الموجودين بالفرع بيقبلون هذا الشيء؟ هل يمكن ملاك الشركة ولا مجلس إدارتها يقبل بهذا الشيء؟ لا يمكن. ايش اللي يصير اذا لما يكون في حاجة زي كذا؟ ايش معناها؟ في سياسة، ممنوع تعلن عن شيء غير صحيح، ممنوع تضع شيء باقي فيه أقل من نصف مدة صلاحية، ممنوع تروج الشيء قد يضر المستهلك سواء صحيا سواء في تدليس في هذه استراتيجية. أنا ما أتكلم عن شركتنا فقط، كل الشركات اللي لها أسماء عشان بس أكون واضح محترمة عشان الناس يفهمون، إحنا ما أتكلم عن شركتكم، شركتكم سياستها وكثير من الشركات الكبيرة من هذا الجانب نفس السياسة تتخذ، لكن عطني إيش اللي قاعد يصير. اللي قاعد يصير يعني لما يطلع المعلن، لو سمحت لي، لما يطلع وزارة التجارة تقول في الفرع الشركة الفلانية أقفلنا أو قفلنا الفرع، يعني شفنا الإعلام قفل فروع لشركات كبيرة جدا على مستوى البلد وحصلنا عندها منتجات منتهية، عروض وهمية، يعني حتى طريقة الإعلان والعرض يعني يفترض ما يقدم عن طريق وزارة التجارة وتوافق عليه، فتحصل في عروض وهمية يعني في الأخير ما هي صحيحة. إيش اللي قاعد يصير طيب لما فيها؟ لما أنا أقول لك ترى أصابعك يدك ما هي واحدة، أنا ما أبرئ كل الساحة، لكن لما شركة تعلن إعلان ما تأخذ عليه تصريح من وزارة التجارة أو تعلن إعلان وما توفر كميات، يعني يقول لك والله عندنا إعلان هذا بدل ما هو 10 بنبيعه ب5، تيجي يقول لك خلصت الكمية، هذا يعتبر غش. هذا يعتبر غش. لكن أنا أقول لك في بعض الجهات ما عندها القوة الشرائية اللي عند الشركات الكبيرة، ولا عندها العلاقات الاستراتيجية مع الموردين بأنه والله الشيء إذا كمية كبيرة ترجع لك ولا قربت انتصار، فيروح يضطر يشتري من السوق، إذا اشترى من السوق صارت البضاعة له ملكه. أنا أتكلم معك يا أبو محمد عن شركات كبيرة، وأنا ما عشان بس تكون أنت واضح وأطلعك إذا عندك نوع من الحرج، أنا أي كلام تقوله ما معني بشركتك، أنا أتكلم عن شركات، بس مشكلتي أخاف أني أفقد أسماءها ولا استعرضتها. لا بالعكس، مرورا بشركتكم إلى شركة فلان وفلان وفلان وفلان، هي تقريبا 6-7 شركات باسم كبير جدا، هذه الشركات عندها إشكاليات تصير سواء عندكم أو عند غيركم. في فرق بين هذا الفهم اللي عند المواطن يصير أنه لما يدخل المحل يجد أنه في عرض وهمي، كان يجي يحصل على مثلا المنتج ماخذ صابون من انواع الصابون والله سعره ب 34 وقبل التخفيض والعرض سعره ب 60 مثلا، اخذ منه ومشى جعل الكاشير والله 60، يا اخوي هذا عرض، لا اللي على العرض اللي موجوده في البقعه الفلانيه فقط،
اللي في الرفوف ما لك شغل فيها. طب هذا يجيك هذا موجود اغلب الشغل. هذا شوف اذا كنت تتحدث عن شركاتنا الحمد لله عمره ما صار عندنا ولا كلامك مجمل عطني مجمل. لكن نعم في احيانا ترى في اخطاء بشريه يعني زي ما ذكرت لك انه ممكن شركه عامله عرض على هذا الصنف بنكهه معينه او بشكل معين والمستهلك راح اخذ بشيء اخر وجاء على نقطه البيع ما هو هو، او زبون اخذ حاجه وحطها في مكان ثاني عليه عرض معين لكن ما يشمل هذا العرض. فاحيانا اخطاء البشريه التشغيليه، لكن هل هي سياسه؟ ما في اخطاء بشريه، هل المعلن هذا منتج حاط عليه يقول لك عرض وحاط عليه السعر بس لا تاخذ من رف ثاني؟ هذا غش. هذا هو هذا غش وتدليس. يعني اذا بطبق المفهوم اللي شرحته قبل شوي، انه انتم كشركات كبيره للتجزئه انتم معنيين بمنتجكم الخاص فيكم والباقي مؤجر. طيب هو مستأجر بقعة يعني الخاصة بالتخفيض، موقع خاص بالتخفيض، رف ورف ثاني خاص العرض عادي بسعره العادي الوكيل؟ مستحيل. طيب إذا يعني حتى عند الشركات موجودة الكبيرة قد لا تحصل لا مستحيل يعني. مستحيل هذا الشيء. الواقع طلع فيها. الواقع إعلام رصد والتجارة رصدت. أنا أتكلم عن طبعاً أنا ما أبغى أتكلم عن شركات أخرى. أنا ما أتكلم بأسماء عشان كذا قاعد أقول لك. أنا أتكلم عن شركتنا. أنا أقول لك. سياسة رقم واحد إنه إذا أعلنت عن شيء وفره والتزم فيه لدرجة كل نقطة بيع عندنا في الشركة حتلاقي عندها لوحة. كل نقطة بيع كنت دخلت حتلاقي عندها إذا وجدت اختلاف بالسعر ما بين اللي موجود على الرف ونقطة البيع حاسب على الأقل. طيب شوف أستاذ يوسف، أنا قاعد أقول لك أبغى أشيل الحرج عنه. أنا ما أتكلم والله عن شركتكم بعينها، فبالتالي ما بحط انه كل ما تبغى تقوله انه تحس بنوع من القلق انه نسقطوا على شركتكم. لا شركه شركه زي اي شركه ثانيه، واحد يعرف الشركه يعني معرضه انها قد يحدث فيها اي اخطاء. انا اتكلم عن كونك مواطن تحملت المسؤوليه وشاكر ومقدر حضورك واهتمامك بانك تتكلم عن النقطه هذه. اما الاخطاء قد تقع اذا اقول لك اذا انه على اخطاء ويعني من الشركه ما بضطر، بس انا شخصيا حصلت معي بفرق يمكن بررتها انت في نفس شركتكم، يمكن القضيه ما تغير الشريحه اللي على الرف لكنها قد تقع. خلينا ناخذ الاتصالات لو سمحت لي. معنا علي من الرياض. علي تفضل. السلام عليكم. حياك الله. وعليكم السلام ورحمه الله. هلا عثمان. تفضل حياك الله علي. بالنسبه مش عن منتهي مو منتهي، في نقلها للمتجر غلط، يحطونها بتريلا سطحه مواد غذائية الساعة 1 الظهر تنحط في سطحة. صحيح. وجبات ومواد غذائية تنحط الظهر بالله عليك. صدق. مطبوخة خاصة، تاريخ جديد ما في مشكلة التاريخ. صحيح. بس المشكلة طريقة نقله غلط. صحيح كلامك، هذه صدقت فيه. صدقت والله يا علي، هذه ما حد يقول لك عليها لا، مع انه مشكله الشركات بس يمكن نشوفها عند الموزعين العاديين هذه يسوونها. انا ما راح اقول لك فلان وفلان. اطلع عند المستودع شوف كيف يعملوها. صدقت. شكرا لك يا علي. محمد من جده. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله تفضل. امسي عليك وعلى ضيوفك الكرام. فيها مشكله ببعض المحلات الكبيره. العروض الرمضانية يسوون عروض على بعض المنتجات وبعض المنتجات يزيد سعرها الضعف. فيكون ما استفدنا شيء يعني من العروض هذه الرمضانية، مجرد يعني أوهام ببعض البضائع أن هذه أسعارها نازلة وعليها تخفيضات، في المقابل البضائع الثانية زايد سعرها وهذه ما عليها رقابة يعني. أنا ما عندنا مشكلة باللي عليها تخفيضات لكن في أشياء زاد سعرها. صدقت. هذا يكون موجود في الشركات الكبيرة قصدك يا محمد؟ في الشركات الكبيرة والمحلات الهايبرات والمحلات الكبيرة يعني. في مشكلة الآن بعض المحلات الصغيرة يعني تشري من هذا المحلات الكبيرة هذه التخفيضات وتروح تبيعها بعد كذلك أضعاف. طيب. يعني المفترض أن تكون يعني في رقابة على بعض هذه المحلات الكبيرة. طيب. يعني ما عندي مشكلة بالتخفيضات اللي عندهم، لكن مشكلة برفع الأسعار بالبضائع الثانية. واضحة جدا يا محمد، شكرا لك. سارة من الرياض. سارة تفضلي. السلام عليكم. حياك الله. وعليكم السلام، تفضلي يا سارة. لو سمحت أنا أبغى أسأل على بعض المواد الغذائية اللي نشتريها في السوبر ماركت، أي يعني سوبر ماركت كبيرة. نشتري بعض المواد الغذائية ما نلاقي عليها أي تسعيرة، نروح للمحاسب يقول شوي بس العاملة حاجة زي كذا، وفي الأخير هم يسعروها من عندهم. إيه فهمت عليك، ما عليها الباركود التسعيرة. طيب، سؤال آخر يا سارة؟ شكرا لك، في اتصال آخر الآن؟ طيب حتى تجهز. خليني أبدأ معك أبو عبد الرحمن بحديث علي عن النقل بطرق غير صحيحة. وعشان بس بريح أنا أبو محمد، إحنا ما نتكلم عن الشركات اللي يمكن كبيرة منظمة عندهم طريقة توزيع وسياراتهم مفترض أنها منظمة وبتبريد وغيرها، بس في
موجود نقاط توزيع كثيرة متوسطة وصغيرة. نعم توزيعها. صغيرة نعم طيب. نعم تستخدم النقل المكشوف، يعني لو ناقل له طبق بيض شفنا احنا قبل كم يوم المنسلق مستوي، لا انسلق انسلق رباني. نعم. ولا موية محملة يعني في قوارير. نعم. بلاستيك تعرض الحرارة. نعم. عالية أو غيرها كثير من الأمور، ولا حتى الدجاج اللي كنت تتكلم عنه. نعم. نقل بشكل غير سليم، غير سليم ويفسد وأثر. أيه. عليه. نعم أنا أشوف أنه يجب على وزارة التجارة والتاريخ جديد زي ما قالوا. نعم. تمنع هذه الناقلات. يجب أن يكون أي مركز تجاري كبير، طبعا وأنا متأكد أن المراكز التجارية عندها ثلاجات وعندها، لكن هناك مراكز صحيح شبه كبيرة بس هي زي ما تفضل الأخ لأنه ما في رقابة. واحد ترى وزارة التجارة والأمانة لو وجدت بضائع كذا تنقل على سطحها غرامة وتصادر المواد الغذائية، فيجب يجب أن يكون هناك غرامة فورا. ويعني أنا أشوف أنه حتى يجب أن يكون فيها غرامة مالية وممكن سجن بعد، لأنه هذا يعتبر غش الناس. يعني خلك من المواد الغذائية على كلام محمد، في بعض تجي مثلا على سبيل المثال موية، ما بيحس بقضية أنه فساد الموية. موية موية يحذرون من الموية البلاستيكة، درجات حرارة عالية تسبب سرطان. لا أنا أزيدك حتى البلدية في الشارع الأسواق المكشوفة زي مثلا أسواق الشمال أو الربوة، هناك تجار يحطون البصل في الشمس وحاطين لك مواد يعني زي الورقيات، ويعني ما تتحمل الحرارة الآن، وهذه كارثة. يعني احنا قاعدين نضر المواطن، يعني وين وزارة التجارة؟ وين حماية المستهلك؟ وين الرقابة؟ وين الأمانات؟ البلديات مسؤولة، مفروض أنها تراقب. احنا ما نقول يعني يمكن المراقبين عدد قليل، عدد قليل يجب زيادتهم، ممكن هناك تكون إغراءات مالية للمراقب، لا احنا ما نشك بعد، لكن يجب أنه أنا أقترح أنه حتى المراقب يجب أنه إذا كشف بضاعة فاسدة أو مخزون فاسد يجب أنه يكافأ من قيمة هذه البضاعة. ليش انت ما تقب شو مقتنع انه المواطن يبدا هو بنفسه اول قبل ما يحاسبهم؟ مفروض المواطن، مفروض ان المواطن، طبعا المواطن مسكين زي ما تفضلت، والله ما عنده استعداد انه يروح مسكين على نفسه، هذه اذا شاف هو ما يبغى يضيع وقته وبيضيع. اذا تعرف يا اخي انا والله اخذت علبه جبن ب6 ريال، اوه والله صعب اني برجعها. لا مفروض انه يرجعها يا اخي، في الدول الاوروبيه المتقدمه والله لو يمر استغفر الله وتكرمه صاروخ على الجهاز سكر المحل كله. عندنا لا ما في رقابة، يعني تتمشى وتعيش. ايه تمشى وتعيش. طيب محمد كلام محمد يتكلم عن بعض المنتجات، النقل ما بدخل معك فيها يعني احنا شرحناها وتكفي حين شرحها، لكن المنتجات اللي تخفض بعدين في منتجات اخرى يتم رفع اسعارها، هذه معنيين انتم فيها ولا بتقولي نفس صاحب البراند او نفس صاحب المنتج؟ لا لا شوف طبعا اليوم شركات التجزئة الكبيرة يوميا يمسح اسعار السوق عند المنافسين، المنافسين يعرفون هذا الشيء يجونا واحنا ما نعرف، احنا نروح لهم وهم ما يعرفون، هذا شيء يعني كلهم عارفين. شغل استخباراتي. شغل استخباراتي. الهدف انك انت تكون سعرك اقل. لانه الزبون صار واعي، الان المستهلك صار يدخل على النت. بس هذا لكم حق نظاما حتى في التجارة انك تغرق السوق بكرة مثلا، اذا بكسر السوق. يعني اذا بكسر في السعر لدرجة انه والله يا اخي بضطر اكسر انا الصغير حتى المتوسط. ما لك حق انت كشركة تجزئة كبيرة انك تنزل بالسعر وتبيع باقل من التكلفة. لا لا. وتضر السوق. لا التاجر لا الثاني لا ولا لا؟ هذا ما يسمى احتكار. ليش؟ لانه انت في سوق تجاري حر. يعني اليوم أعطيك مثال، يعني اليوم أنت تروح بوفية تأخذ كاسة شاي بكم تأخذها؟ ريال. ممكن تروح الكوفي شوب تأخذها ب10، تروح الفندق تأخذها ب30، وهي كاسة شاي موية وشاي وسكر. فهو يعني في فرق في خدمة في موقع، في إيجار، في تكلفة، في قوة شرائية. يعني المحل اللي يشتري كرتون عشان يبيع خلال شهر، ولا المحل يشتري 1000 كرتون، ولا الشركة اللي تشتري 100,000 كرتون، في قوة شرائية. في أيضا في تكاليف تشغيلية، في 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 خدمات لوجستية، يعني بعض البقالات الصغيرة أصلا هو معتمد على التوصيل للمنازل. يعني خلنا 70% من مبيعاتهم التوصيل للمنازل، لأن ما لو بيوقف وينتظر زبائن بيجونه ما قفل. خليك من البقالات الصغيرة هذه حقت الأحياء، أنا بتكلم عن المجمل، يعني ما نادر ما تلقى واحد يدخل البقالات الصغيرة في موسم رمضان. الميني ماركت، السوبر ماركت، هذه المسميات. البقالات الصغيرة في موسم رمضان هم أكبر زبائن المراكز التجارية والسوبر ماركت. اللي تكلم زي ما ذكر عنها الأخ، يروحون يأخذون الكميات اللي عليها عروض ويروح يبيعها بهامش ربح أعلى. يعني هذولا. لكن انا اقول يعني تبغى افهم منك انك تبغى توصل لنا فكره انه الشركات الكبيره هذه التجزئه ما عندها ارباح
مما تبيع هي قضية إيجار فقط؟ والله يا أبو عبد الملك بالمجمل خلي أقول لك نسبة عالية يعني خلي أقول لك الشركات لو في شركات غيرنا كلها مساهمة معلنة قوائمها المالية موجودة معروف كم باع وكم ربح والربح هذا من وين جاي ولا يستطيع أنه يخفي ولا يزيد ولا ينقص لأن شركة مساهمة عامة يعني متداولة والمحللين والمستثمرين والجمعيات وكلهم يحللونها ويفصفصونها. طيب اللي له علاقة خليني أقول لك بمنتجات معينة تكلم عليها قبل شوية أبو عبد الرحمن اللي مثلا ورقيات هذه بنبدا نشوف الحين اللي يسمونها المجنونه الطماطم نعم بدات تشد العفشه من اليوم وهي منطلقه الورقيات والخضار الفواكه اللي مرتبطه مثلا مثل هذه المواسم في الجانب هذا كيف يعني ما لها وكيل هذه ولا لها براند هذه زي ما اقول لك اشياء اولا موسميه يعني يعني اللي يتحكم فيها المزارعين وليست مراكز التجزئه بالعكس حتى لما تجي تشوف تلاقيهم يبيعون بالتكلفه وباقل التكلفه انه يعتبر اصناف جاذبه هذه يتحكم فيها المزارعين والمستوردين سواء إذا هي مستوردة من خارج المملكة أو إذا هي من المزارع الداخلية وأيضا عملية العرض والطلب يعني أنت لما متعود أنك تبيع كمزارع أنك تبيع والله بالشهر ألف كرتون طماطم وبعدين فجأة تلاقيك بتبيع 3000 فبتشغل عمال ليل ومع نهار لأنه في القوة الشرائية في الأسواق والطلب يكون عالي وبالتالي يرتفع السعر احنا يعني مراكز التجزئه ما في لها وكلاء ولا شيء زي ما قلت تشتروا من الحراج زيك زي المواطن العادي فيما يختص بالورقيات الخضار كل ورقيات بالخضار بكل شيء في بعض الشركات الزراعيه المتخصصه باصناف معين بطاطس ولا بصل ولا لها تعتبر سلعه اساسيه تتكلم عنها سلعه اساسيه ولها موردين يحيى من الرياض يحيى معليش تاخرت عليهم اخر اتصالين يا اخوان ما عندنا وقت يمكن بقى اقل من 5 دقائق وصدق تفضل يحيى السلام عليكم وعليكم السلام حياك الله تفضل يخدم الخير اخوي على ضيوفك الكرام الله يحييك تفضل يعطيك العافيه اخوي السؤال موجه لاخوي يوسف الدفاعي الله يجزاك فيك لو تسمعنا عن طريق التليفون يا يحيى يحيى قطع اعلان على التليفون الله يرضى عليك عشان لا نضطر نقطع لانه ما اسمع شيء اخوي يوسف بعض الشركات تضع اعلان مفاجئ للسعر خيالي فعندما يجي شخص يشتري الاغراض هذه يتفاجئ عند الكاشير بأن السعر لحامل البطاقة بوضع ستيكر صغير مرة يعني على الدعاية السلعة هذه ودنا يا أخي أنها تكون يعني واضحة أكبر من كذا عشان الشخص ما يتفاجئ ويرجع مرة ثانية عاد يرجع الأغراض مرة ثانية ويتفاجئ بالسعر صدقت طيب. أرجو أن تتبون النقطة هذه الله يبارك فيك شكرا لك يا يحيى عبد الإله من جدة عبد الإله السلام عليكم حياك الله عليكم السلام تفضل مساكم الله بالخير مساك الله بالنور تفضل عبد الإله أشكركم على البرنامج الرائع هذا الله يحييك تفضل لكن حقيقة أحب أنوع نقطة مهمة ألا وهي موضوع الأسعار وتخفيضات الشركة الآن أتكلم عن الشركات الكبرى الآن وكنت أتمنى حقيقة أني أذكر بعض الشركات ما هو شيء ولكن للتوضيح يعني. لا ما أحتاجها لأنه صعب أني ألمها كلها الآن يا عبد الله نعم مقدم طيب ولذلك نعم لكن أرى انهم يضعون اسعار على منتجات معينه وحينما تذهب تريد هذا المنتج لا تجده بل يعني حتى تجد العامل وكانه يقول يا اخي انت ايش فيك من جدك انت ولا اذا قلت له يا اخي ترى التجاره وما التجاره يقول يا شيخ روح وللاسف ترى هذا موجود للاسف الموظف السعودي او غيره ترى يعني عندهم جراه لهذه الدرجه للاسف يعني طيب حبيت اتدخل في هذا الموضوع وانا عميل لهذه الشركات اللي حقيقه للاسف نجدهم لا يقدرون العميل طيب شكرا لك يا عبد الله البروشور صحيح وضعه وموجود بجيك بثنتين يعني بس بجيب من تحت وفعلا صحيح وموجود الحبتين ثلاث وتقول ما في والله خلصت الكميه هذا ذكرت لك هذا يعتبر غش تجاري طيب اذا انت تعمل عرض مثلا نفرض انه تبيع بالاسبوع 1000 وتقول والله اذا عملت على العرض بيصير فيه جذب ممكن يبيع 3000 اذا ما توفر 3000 كل فروعك تعتبر هذا غش تجاري غش وتدليس وتحاسبكم عليه الوزاره اكيد طيب قضيه حتى لو ما حاسبتنا الوزاره انا اعتبره داخليا غش يعني عادي هذه يقول ذمه الواحد بكيفهم يعني انت ما تقدر تدخل في الذمم يعني ما نعرف يعني زي قبل شويه يوم يقول ابو محمد انه مثلا تاجر ينزل يصوم في رمضان وهو بايع بغلاء ما هو يجي يرفع الاسعار على المساكين شغله ما لها علاقه في الذمم ما لنا علاقه فيها احنا لنا اللي في الواقع
قضية موجودة يمكن شركتكم عدة شركات عندها نموذج خاص بحامل بطاقة بخصومات المشترك نقاط يجمعها، أنه فعلا ملاحظ على كثير من الشركات من ضمن شركتكم أن الإعلان عن أنه هذه الحامل البطاقة بالعكس واضح. أنا أتمنى 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 أبو عبد الملك أنك تشوفها، أتمنى أنك تشوفها بشكل كبير، أصلا أكبر من السعر، أكبر من السعر، أنه هذا مخصص. ومع ذلك حتى لو الرجل ما هو حامل بطاقة يستطيع على نقطة الكاشير يقول طب أعطوني بطاقة، يعطونا بطاقة ويأخذ فيها ويتصل ويفعلها وهو موجود. بس مجرد ما يشتري فيها فورا تضاف له، لا حق لك روح فعل وتعال. لا لا على طول تضاف له، لكن ما يستطيع يستفيد منها إلا إذا فعلها. طيب. لكن ما يخسرها يعني. يعني يحيى هو نقل شيء أكيد شافه بالنسبة له، ما أدري هو عندكم أو عند غيركم، بس لكن هذا في كل مكان يعني أنت في كل خليني مكان. أسألك عن عشان الوقت ضاق علي. قلت لك هذه يعني مواجهات الجمهور شاهدوها، عندي أقل من دقيقتين. الآن أعرف حاجة عشان ما لوم الوزارة كما وزارة التجارة، نبغى نحمل الشركات وخلي يقول لك التجار الكبار عندهم مشكلة. أنتم كيف يصير الإعلان عن العرض الآن؟ يفترض إحنا شاهدنا الفترة الماضية وزارة التجارة شنت حملة فظيعة على كثير من الشركات، وما أتكلم عن تجزئة، كثير من الشركات في عدة قطاعات بقضية أنه لا تتم العروض وما في حق للشركة أنها تعمل أي عرض بدون موافقة وزارة التجارة، ولا لا؟ الغرفة التجارية. نعم. أنا ما نعرف الغرفة الوزارة. أنت هو التجارة. لا يمكن أنت عندك عرض تسوي. لا يمكن أعمل إعلان سواء في جريدة أو في بروشور أو في شيء بدون ما أحصل على تصريح. هذا في الإعلان. طيب إذا ما أعلنت عنده بتنفذ جوة الفرع بدون إعلان خارجي. ما حق لك ولا؟ محتاج. إيه محتاج. ما تحتاج موافقة. محتاج. أبداً. إيه. لكن أنا ملزم بأنه أنفذ هذا الإعلان. طالما اني اعلنت اقول والله هذه السلعه بالسعر الفلاني انا ملزم، اذا ما نفذت حتى لو ما اخذت موافقه وزاره التجاره يعتبر هذا غش. لكن لا في جانب معين يعني مهم انا ابغى اذكره ابو عبد الملك قبل ما وهو يعني خلينا نقول توعيه للمستهلك. انا لاحظ يعني عشان الوقت انتهى عندي كثير من المستهلكين عندهم ولاء لاسماء علامات تجاريه كثيره، بينما في بدائل وطنيه بسعر اقل تقلل قيمه سلطة الغذائية. تعتمد هذه على الشركات كيف تعلن الجهات المعنية تعرف التسويق له دور في النقطة. كلمتك أخيرة في 15 ثانية. أنا أعتقد أنه يجب على اللي هو وسائل الإعلام توعية طبعا المواطن أو المستهلك من خلال دعم من وزارة التجارة سواء المرئية أو المقروءة والصحافة. والله قاعد تدعم بس بالعكس تدعم التجارة لأنه إعلانات التسويقية أكثر. هذا كله يجب أنه يكون من وزارة التجارة وحماية المستهلك. عموما الله يزيدهم رزقهم خير، يعني حق مشروع التكسب والرزق بالشكل الصحيح لكل من يبحث عن رزقه بالطريقة هذه في التجارة، الله يرزقه. وهو يعني إذا ما قرر الحلال والحرام في نفسه فعد الله حسيب، ما اقول غير هذه. كل الشكر لك الاستاذ يوسف القفاري ابو محمد، يعطيك الصحه والعافيه، شاكر لك تلبيه الدعوه، الرئيس التنفيذي لشركات العثيم. نعم. وايضا الاستاذ ابو عبد الرحمن، الاستاذ احمد الجبير الكاتب الاقتصادي في صحيفه الجزيره والمستشار المالي، كل الشكر لك، يعطيك الصحه والعافيه. الله يعطيك العافيه. اشكر لكم مشاهدي الكرام في كل مكان على طيب المتابعه. ارجع واذكر جمله استخدمناها وذكرنا فيها امس في برنامجنا، احنا نعيش في نعم، واحفظوا هذه النعم حتى لا تزول. فشكر النعم يحفظها من الزوال، ولئن شكرتم لأزيدنكم. داخلين موسم خير، فاجعلوا فيه الخير لأنفسكم قبل يعني يوم القيامة. في أمان الله.